السلام عليكم مشاهدي الكرام بين فترة وأخرى يطل زعيم عصابة من عصابات الانقلاب ليخطب في أتباعه ويبعث الرسائل هنا وهناك وعلى الرغم من أن كلامهم مكرر ومعاد ومكشوف الستر ولا يستحق أن تقف أمامه العقول والألباب إلا أننا في هذا البرنامج نتخذ من هذه الفعاليات مناسبات لتنوير المشاهدين بحقيقه المشهد اكثر واكثر. وكلما ظهر زعيم من هؤلاء على ليخطب في التلفزيون اخذنا كلامه ووضعناه على طاوله التحليل حتى نبين للناس ما خفي عليهم ان كان هناك امور خفيه. احيانا نتوقف عند منطوق الكلام، الكلام المنطوق الصريح. واحيانا اخرى نفتش عن المسكوت عنه. الذي يحاولون إخفاءه هذا المسكوت عنه قد يكون أخطر من المنطوق نفسه في هذه الحلقة سنتوقف عند خطبة زعيم الحوثيين الشاب عبد الملك الحوثي الأخيرة التي جاءت بمناسبة ما أسموه جمعة رجب وهي الجمعة التي يرى الحوثي أنها قد استرقت اليمنيين إلى يوم القيامة جعلتهم رقيق فما دام انهم قد دخلوا الاسلام في هذه الجمعه وما دام ان الاسلام حق ابيه وجده فان على اليمنيين ان يردوا الجميل الجميل ما هو ان يسلموا له كل شيء والا فانهم تكفيريون انبعاجيون يستحقون الموت بمناسبه ما يسمى بجمعه رجب أطل الشاب عبد الملك الحوثي مره اخرى ليلقي خطابا سمعناه من قبل مرات ومرات وخطابات عبد الملك الحوثي بالمناسبه تشبه اغاني مكلثوم في جزئيه تكون الاغنيه طولها ساعه تقسمها ثلاثه اثلاث ثلث موسيقى وثلث غناء وثلث تكرر فيه نفس الكلام خطابات عبد الملك الحوثي مثل ذلك خطبة تكون مكونة من ثلاثة ثلاث ثلث يتحدث فيه عن الدين والمذهب والآل والأخلاق والقيم والبتاع وثلث يهاجم فيه خصومه السياسيين وهو الأساس هذا الثلث هو الأساس يعني لأنه هذه مقدمة بس علشان يدخل في الموضوع والثلث الثالث طبعا يتكلم فيه عن خصومه السياسيين ويتهمهم بكل ما لذ وطاب من من التهم الثلث الثالث والاخير طبعا هو تكرار لنفس الكلام. ليس في كلامه ما يستحق التوقف كما نوهت، لكن هناك مساله في بناء الخطاب تستحق التوقف. هذه المساله هي المقدمات الطويله في خطاباته عن الدين والاسلام والحق والباطل والخير والشر وما شابه ذلك من كلام له طابع ديني ومذهبي، والصواب ان نقول كلام مذهبي ذو طابع ديني لأن المذهب هو الأساس في دين الحوثي المذهب هو الأساس أما الدين فيأتي لاحقا الفرق طبعا بين الدين والمذهب هو أن الدين منزل سماوي والمذهب فهم بشري للدين ونحن نميز بين المذهب وبين الدين بمعيار محدد هو ما اتفق عليه أهل الملة فهو دين وما اختلفوا فيه فهو مذهب هذا الذي نسمعه من الشاب عبد الملك وغيره هو فهمهم للدين وليس الدين نفسه هذا ليس الدين هذا فهمهم البشري للدين وهو فهم يعني بطبيعة الحال فهم قاصر بالضرورة لا بد أن يكون قاصر أي فهم مش بس فهم عبد الملك الحوثي وأشباهه أي فهم بشري للدين لا بد أن يكون قاصرا المسألة لا تتعلق بالفهم الفردي للدين المسألة تتعلق بالعقل الجمعي للدين العقول جميعا ينبغي أن تعمل لفهم الدين وليس عقل واحد وكل عقل فردي يصب في نهايه المطاف في العقل الجمعي نرجع للسؤال لماذا يفضل عبد الملك الحوثي ان يخاطب الناس بلغه الدين والمذهب مع ان الخطاب هدفه الاساس هو الحديث في السياسه بدليل انه يبدا الكلام عن الله ثم ينتهي بالهجوم على عباد الله هو حديث في السياسه فلماذا يقدم لب مقدمات دينيه مذهبيه؟ هل هي مسأله تلقائيه غير مقصوده؟ ام انها سياسه مدروسه؟ يعني هل هي ثمره او ناتجه عن كونه شاب متدين؟ ام لان السياسه كياسه وشطاره؟ لدينا احتمالان للاجابه على هذا السؤال. الاحتمال الاول ان الرجل حريص فعلا على ايمان الناس ودينهم هذا احتمال الاحتمال الثاني ان الرجل يوظف النزوع الديني والعاطفه الدينيه عند الناس لصالح اغراضه السياسيه يعني مساله برغماتيه نفعيه لن نستعجل الاجابه على السؤال بل سنناقش كل احتمال على حده في الفقره القادمه إذا أحسننا الظن بالشاب عبد الملك الحوثي وقلنا إنه يفضل أن يقدم لخطابه السياسي بمقدمة دينية طويلة لأنه شاب ورع مؤمن حريص على إيمان الآخرين ودينهم فهذا احتمال إذا أحسننا الظن لكنه طبعا احتمال يحتاج إلى امتحان إحنا في عالم السياسة وكل احتمال لابد أن نخضعه لامتحان صغير ليس امتحانا لايمانه بالطبع بل لحقيقه اهدافه من وراء هذا الخطاب السياسي المتدثر بالدين هو في الاساس خطاب سياسي لكنه يتدثر بالدين والسؤال الذي يطرح نفسه هو اذا كان هذا الشخص حريصا على ايمان الناس ودينهم فلماذا أدخل الناس في فتنة كبيرة جعلت بعضهم يكفر بالله إذا كان حريص على دين الله وحريص على إيمان الناس فلماذا أكحم اليمنيين وخصوصا الشباب لماذا أكحمهم في فتنة هوجاء دفعت البعض إلى الكفر بالله نعم قد لا يعلم عبد الملك الحوثي أن مسيرته التفجيرية الآتية من أدغال التاريخ وجريمته في صناعة الانقلاب التي اقترفها ومن معه قد لا يعلم أنها تسببت في انكسار الكثير الكثير من طموحات الشباب وآمالهم بغد أفضل آمالهم في دولة أفضل في جمهورية أفضل مئات الآلاف من اليمنيين الذين ضحوا وذاكوا الويلات في سبيل تغيير نظام صالح وانتظروا الفرج. وانتظروا الدوله المدنيه هؤلاء تحطمت امالهم تحت حوافر الميليشيا الطائفيه المذهبيه مما دفع الشباب الى الياس والقنوط والكفر بالمذاهب والاديان حتى ان عشرات منهم قد ترك الاسلام بالفعل ترك الاسلام بالفعل نحن نعرف كثير من الاشخاص من الشباب الذين كانوا يعني على استقامه وعلى دين صدموا بهذا الصراع المذهبي الديني وولد لديهم اسئله حول مسلمات كثيره تركوا على اثرها الدين طبعا عبد الملك لا يعرف هذا واذا عرفه فلن يلقي له بالا لانه ليس في مجال اهتمام اصلا الذي يعني عبد الملك ويعني طائفته وكبيلته هو عوده الحق المغتصب الى اصحابه هذه هي قضيتهم الاساسيه ما هو هذا الحق المغتصب يا ترى؟ إنه السلطة. السلطة. السلطة التي ينبغي أن تظل في نسل علي بن أبي طالب أبد الدهر. وقد قالها جده يحيى بن الحسين ذات يوم من قبل قال أرى حقنا مستودعا عند غيرنا ولا بد يوما أن ترد الودائع هي مسألة وديعة عند الناس ولا بد أن يستردوها. وإذا كان عبد الملك الحوثي حريصا على ايمان الناس فعلا ودينهم فلماذا فتح باب الصراع المذهبي؟ لماذا فتح باب الصراع المذهبي؟ وهو باب من ابواب الشر على الدين والدنيا. هل يزعم ان مذهبه هو الدين؟ يقول لك لا احنا ما فتحنا باب الصراع المذهبي، احنا بنتكلم عن دين، هل يعتبر مذهبه هو الدين نفسه؟ اذا كان يعتقد ذلك فهو بذلك يكون قد كفر بقيه المذاهب اذا كان يعتقد ان مذهبه هو الدين فهو بذلك يكفر بقيه المسلمين ويعتبرهم خارج الدين ما داموا خارج مذهبه فهل هو تكفيري ام صاحب مذهب ما انتش خيارات كثيره هو اما تكفيري او صاحب مذهب اذا كان تكفيري فلماذا يهاجم التكفيريين واذا كان صاحب مذهب من بين المذاهب فلماذا يفتح معركه باسم مذهبه لماذا يريد ان يفرض هذا المذهب على بقيه المذاهب؟ باي منطق؟ باي حق؟ اليس من حق المذاهب الاخرى ان تنادي وان تسعى الى فرض نفسها بقوه السلاح كما فعل؟ ما هو المنطق الذي يجعله يحاول فرض مذهب بقوه السلاح؟ وهل يعطي هذا الحق لخصومه؟ اذا لم يعطي هذا الحق لخصومه وقال لا هذا حق مذهبي خاص فهذا يعني انه يعتقد ان مذهبه هو الدين نفسه. وان جماعته هي جماعه المسلمين ومن ثم فان ما عداه من المؤمنين هم مجرد كفره وخارجين عن الدين وهذه مساله تضمر التكفير للاخرين وهو ما لم يحدث من اي فريق اخر من الواضح ان استعمال الدين في الخطاب السياسي لعبد الملك الحوثي ليس لوجه الله بل لوجه الغايه السياسيه والمشكله انها غايه سياسيه دنيئه للغايه غايته ان يرفع فئه من الناس فوق رؤوس اليمنيين هل هذه غايه شريفه غايته ان يجعل لهذه الفئه من الناس امتيازات لا يقرها عقل ولا دين غايته ان يكون مذهبه العنصري الفاشي فوق الدستور والقانون ناسخا للحقوق والحريات خلاص المذهب فقط مقررات المذهب فقط لا حقوق لا حريات لا دولة لا غايته ان يجعل دولة المذهب والطائفه بديلا للدوله الديمقراطيه فهل هذه غايات شريفه هل هذه غايات شريفه تاكيد لا اذا لماذا يحرص عبد الملك الحوثي او كاتب خطاباته على هذا الخطاب المتدثر بالدين والتقوى لماذا الجواب هناك ثلاثه اغراض يحققها عبد الملك الحوثي بهذا الاسلوب اسلوب استخدام الدين وتوظيفه في الخطاب السياسي الغرض الاول استغلال قوة الدين او استغلال قوة الدين على النفوس للتأثير على اتباعه والحفاظ على معنوياتهم لكي يستمروا في الدفاع عن مشروعه العرقي. هو يعلم ان للدين قوة تأثير عجيبة على الاتباع هذه هذا غرض من الاغراض. الغرض الثاني اعطاء معركته معركته السياسية بعدا اخلاقيا لأن المعركة المعركة السياسية التي ينقصها البعد الأخلاقي لا بد أن تفشل ما الذي سيقوله للأتباع والناس من أجل ماذا نقاتل من أجل أن نبقى سادة على رؤوسكم ونستمتع بثرواتكم وبالامتيازات التي لا تحصى لا يمكن أن يقول هذا لا بد من بعد أخلاقي يغطي هذه العورة يتكلم عن فلسطين، يتكلم عن الدين، يتكلم عن النخوه، يتكلم عن الشخوه، يتكلم عن ال... لكن لا يستطيع ان يصرح بالحقيقه، حقيقه ما يريد والا ليش هذا الاحتشاد الهائل من قبل السلاليين؟ متى متى يحدث في متى حدث في التاريخ ان جماعه من الناس استيقظت لديها الحماسه الدينيه بهذا الاسلوب في خمس سنوات فجاه في ثلاث سنوات ولا سنتين ولا اربع استيقظت يعني يعني العاطفه الدينيه لدى هذا هذا الكم الكبير من السلاليين واصبحوا كلهم متدينين لا ابدا المساله ما هيش مساله دين المساله مساله مصالح يبحثون عن مصالحهم هم يدركون بانه في ثروه طائله يعني يمكنها ان تعود عليهم من وراء هذا المذهب من وراء هذه السلطه لديهم امتيازات يقاتلون بأسنانهم من أجلها كما قال أحد خطبائهم قاتلوا حتى بأسنانكم الجهاد بالأسنان هذه مسألة خاصة بهم لأن مسألة فعلا يعني في في مطامع وفي امتيازات تأخذ الباب خمس الخمس ومقامات لا تحصى الغرض الثالث من أغراض توظيف الدين في الخطاب السياسي هو أن لا يترك لخصومه السياسيين مجالا للرد عليه ونقض كلامه. لان الخصم السياسي اذا اراد ان يرد على عبد الملك امامه خياران خياران فقط. الاول ان يرد عليه بكلام في السياسه. ترد على خطابها الديني بكلام سياسي. وهذا النوع من الرد لا قيمه له. لان خطاب الدين خطاب الايديولوجيا لا يرد عليه بخطاب السياسه، لن تفلح لن يفلح خطاب السياسه والتحليل السياسي في مواجهه الخطاب الديني. لا يصح ان ترد على من يقول قال الله وقال الرسول بكلام في قيم السياسه. هذا خيار فاشل اذا. الخيار الثاني ان ترد عليه بخطاب ايديولوجي مماثل يعني خطاب ديني مثله. وبهذا يكون قد سحبك الى مربعه هو. وهو المربع الذي يجيد فيه هؤلاء تضليل الناس. تضليل البسطاء لانهم يستندون الى ترسانة من الاوهام وبسطاء الناس يفضلون تعاطي الاوهام احنا نعرف انه عوام الناس يفضلون تعاطي المخدرات والمنبهات وما شابه ذلك هذا الفكر هو نوع من المخدر يعني هذه الاوهام التي يروجها المذهب مذهب عبد الملك هي شكل من اشكال المخدر وهذا المربع لو دخلت فيه سيخرجك من صراع القيم السياسيه الى صراع من نوع اخر لابد ان تخسر فيه قضيتك الوطنيه، وهذا هو ما يريد عبد الملك. هذه هي الاغراض التي يريدها من حديثه عن من مقدماته في الدين، المقدمات الدينيه الطويله التي ياتي بعدها حديث في السياسه، ولذلك نحن ننصح الجمهور اذا ظهر عبد الملك في التلفزيون ليتكلم النص الساعة الأولى فوتوها لأنها نص ساعة في في تمهيد في التخدير، هذه عمليات التخدير التي تمارسها عادةً حتى الحشرات عندما تبدأ في اصطياد فريستها تبدأ بتخديرها تخدير بسيط إلى أن تخور قواها ثم تنقض عليها، أنتم اتركوا النص الساعة الأولى وبعدين ابدأوا اسمعوا من النص الساعة الثانية لأنه هو الكلام المفيد والكلام الذي يريد أن يقول حقيقةً. ولانه حديث سياسه حديث دنيا لا حديث اخلاق ودين فقد ذهب عبد الملك الحوثي يختار من قضايا الدين ما يدغدغ به عواطف الميليشيا والقبائل الغيورين يعني هو علشان تعرف انه ما هوش خطاب دين لوجه الله راح يختار قضايا تدغدغ عواطف القبائل بس يعني لم يحدثهم عن نهب البنوك وموقف الدين من نهب المؤسسات وموقف الدين من من السوق السوداء وقتل النفس المحرمه واختطاف الناس وانتهاك حقوق المعتقلين وغيرها من الاعمال المشينه التي تقوم بها جماعته، لم يحدثنا من ذلك مع انها قضايا دينيه خطيره. لم يحدثهم عن هذه المحرمات لانها لا تثير في القبيل اي حميه. كل لك قتلنا فلان يقول لك تمام يعني رجال نهبنا المؤسسه الفلانيه ما شاء الله حفارم لكن لا اذا تشتي دغدغ عواطف تعال من باب ثاني حدثهم عن الاختلاط والدعاره لان هذه المعاني هي التي تحرك النخوه هي التي تحرك النخوه وتدفع الكبيل لحمل سلاحه والذهاب الى الجبهه تعالوا نستمع الى هذا المقطع ثم نعود للتعقيب لكن اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر وسائل الاعلام المتنوعه أيضا عبر بعض المعاهد التي تدرس اللغات معاهد أجنبية في صنعاء وفي بعض المدن لتعليم اللغات الأجنبية وتلعب دورا آخر تبقى يبقى نشاطها في تعليم اللغات نشاطا ثانويا وغطاء لطبيعة نشاطها الحقيقي والرئيسي الذي تركز عليه داخل هذه المعاهد يبدأون ببرامج تساعد على الاختلاط الفوضوي وتعزيز الروابط خارج اطار الضوابط الشرعيه. يتحدث عبد الملك عن الاختلاط الفوضوي والضوابط الشرعيه. هذا الكلام الذي تقوله داعش وتقوله القاعده ويقوله التكفيريون الذين يهاجمهم عبد الملك، لكن داعش والقاعده ليس لديها ادوات ناعمه تنظف سمعتها مثل الاماميين، الاماميين لديهم مؤسسات لديهم منظمات لديهم قوى ناعمه تنظف سمعتهم في في الخارج والداخل هذا الخطاب عن الاختلاط وما شابه ذلك لابد انه يذكركم بخطاب معروف للمخلوع في ميدان السبعين عام 2011 تعالوا نستمع اليه لنرى الى اي مدى مذاهب القتله والمتلاعبين بعقول البسطاء تخرج من مشكات واحده نسمع ادعوهم الى منع الاختلاط، الى منع الاختلاط، الى منع الاختلاط الذي لا يقره الشرع، لا يقره الشرع، الاختلاط في شارع الجامعه. حتى علي عبد الله صالح يدعو الى منع الاختلاط. مثل عبد الملك الحوثي. والغرض واحد هو دغدغه عواطف الناس الدينيه، الناس اللي موجودين في القرى المقاتلين. مش اللي في المدن، اللي في المدن ما عاد ينطليش عليهم هذا الكلام. مخاطبه البسطاء في القرى والقبائل كما قلنا. هؤلاء البسطاء هم المقاتلون الذين يضحون بانفسهم في سبيل الاسره والسلاله. هؤلاء البسطاء هم رزق المشاريع الصغيره. ولهذا ستظل هذه المشاريع حريصه عليهم، حريصه على تجهيلهم تحديدا. وتزوير وعيهم. واذا كان نظام علي صالح قد اعتمد على تجهيل الناس، استخدم سياسه تجهيل الناس ومسخهم مسخهم للسيطره عليهم فان الاماميين لا يكتفون بالتجهيل بل يحرصون على تلويث العقل الجمعي بثقافتهم المذهبيه الخاصه، اعاده بناء العقل الجمعي اليمني وفقا لقواعد للقواعد المذهبيه السلاليه ولهذا نجد عبد الملك يهدد في الخطاب السابق كل من يحمل ثقافه غير ثقافته كل طريقه في التعليم لا تصب في مصلحه مشروعه يهدد باستئصالها تعالوا نشوف غزو يستهدفنا في هويتنا النقيه والصافيه والراقيه التي توارثناها منذ عهد محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى اله وعلمناها تلاميذه علي بن ابي طالب وغيره. واليوم ياتي هؤلاء بضلالهم وباطلهم ليمسخونا ويمسخوا شعبنا، يجب التصدي بكل جد. واينما كان لهذا التوجه الضال نشاط يجب التصدي له. هذا التوجه الضال له نشاط في الجامعات، يجب التصدي له في الجامعات وفي المناهج. يجب التصدي له اينما وجد. في مسجد او في قرية او في مدينة في مدرسة او في قناة التصدي له بكل الوسائل ايضا وبكل الاساليب المشروعة هذا هو مذهب الفاشيين في كل زمان ومكان ما الذي تفعله الفاشية غير هذا الكلام طبعا عبد الملك يتحدث عن التكفيرين ويقصد بهم خصومها المذهبيين والسياسيين يعني يقصد السلفيين والاخوانيين وغيره من من اتباع المذاهب التي وفدت او عرفها اليمنيون بعد ثوره 62. هو يعتقد ان كل الرياح التي دخلت على العقل اليمني بعد ثوره 62 هي رياح معاديه لثقافته وهويته وهويه اليمنيين كما يزعم. هذا الكلام كلام خطير هو لا يستطيع ان يصرح بانه يعادي هذه المذاهب لكنه في حقيقه الامر يستخدم مصطلح التكفيريين ليقصدها هي جميعا. هذه هي الفاشيه. وإلا فما هي الفاشية إن لم تكن هي مشاهدي الكرام سنذهب لفاصل قصير ثم نعود لاستقبال حديثنا ابقوا معنا مساء يكتمل المشهد حين نلقي الضوء على مستجدات الأحداث النقطة الأولى كانت تتعلق بالضبط نستكشف تفاصيلها لتكتمل الصورة وتتضح أبعادها المساء اليمني قريب من الواقع مرحبا بكم من جديد. في خطابه عن جمعة رجب أراد عبد الملك الحوثي القول أن على اليمنيين أن يردوا الجميل لجده الذي أدخلهم الإسلام. كيف يرد الجميل؟ بسيطة. يسلموا أمرهم الذي قال القرآن وأمرهم شورى بينهم يسلموا ويسلموا مالهم ومصيرهم له ولقبيلته وعشيرته. ليس ل لي يعني لأنه ليس هناك من يستحق ان تنحني له ظهور اليمنيين ليركبهم غيره هو وعشيرته. هو لا يطلب شيئا سوى ان يمتطيهم ليعبر بهم الى العزه والكرامه كما يقول. وبعد حديث في الدين والقيم الدينيه وفضائل اهل اليمن دخل في الموضوع الرئيس. وذهب يشن هجوما عنيفا حاقدا على خصومه السياسيين الذين لجؤوا الى دول الجوار بعد ان قام مع شريكه المخلوع بجريمه الانقلاب. وهنا ينبغي ان نتوقف عند ملاحظه. لقد افترضنا في المحور السابق افترضنا جدلا من قبل ان عبد الملك شاب متدين. ولهذا يفضل ان يخاطب الناس بخطاب الدين لا بخطاب السياسه. افترضنا افتراض جدلي يعني. طيب ما الذي ينبغي ان نتوقعه من شخص متدين؟ اذا كان متدين ورع ماذا ننتظر منه؟ طبعا نتوقع ان يكون صاحب خلق جيد وصاحب الخلق الجيد لا يتعمد الكذب ولا يغش ولا يخدع ولا يدلس فهل كان عبد الملك الحوثي صاحب خلق جيد بعد ان انتقل الى الحديث في مربع السياسه الجواب بالله التوفيق لا فقد ذهب يكذب ويدلس ويغش وهو في كامل وعيه والدليل على ذلك هذا المقطع من كلامه نستمع اليه ثم نعود لتوضيح القصد يعني انتم هينون انتم رقيصون أنتم من كان دينكم رخيصاً لديكم إلى هذا المستوى، من كانت إنسانيتكم رخيصةً لديكم إلى هذا المستوى، من كانت قيمكم ومبادئكم رخيصةً عندكم إلى هذا المستوى، من كانت عندكم حريتكم رخيصةً إلى هذا المستوى البسيط بقليل فلوس، بقليل فلوس هكذا وصف معارضيه السياسيين. والمشكلة ليست في في انه وصفهم بالمرتزقه والاذلاء والعبيد لاهل سعود المشكله الاخلاقيه لدى هذا الشخص هي انه وصف خصومه بهذه الاوصاف لمجرد انهم هاجروا من بلدهم مقهورين مجبورين بسبب انقلاب ميليشياته اي انه يتجاهل يتجاهل اكثر من امر أولاً تجاهل مسؤوليته ومسؤولية الانقلاب عن خروج هؤلاء من بلدهم من ديارهم ولجوئهم إلى بلد شقيق حفاظاً على أنفسهم وعلى كرامتهم ومصير محمد قحطان مصير واضح لمن بقي منهم داخل البلد ثانياً تجاهل عبد الملك الحوثي عامدا ان تاريخ عائلته وتاريخ الاسلام برمته هو تاريخ اللجوء اللجوء الى الجيران والاستنجاد بهم الم يلجأ جده يحيى بن الحسين الى طبرستان للحصول على جنود مرتزقه يقاتل بهم اليمنيين في اليمن الم يلجأ بيت حميد الدين الى المملكه السعوديه لمقاتلة اليمنيين في 62 وما زالوا فيها حتى اليوم ما زالوا يرتزقون فيها حتى اليوم عملياً بيت حميد الدين عايشين يرتزقون في السعودية إلى اليوم وإذا أراد أن نحدث باسم الإسلام ممكننا بإمكاننا أن نسأله ألم يلجأ الصحابة بتوجيه النبي إلى ملك الحبشة؟ ألم يهرب النبي؟ من بلده وعشيرته الى المدينه المنوره ثم عاد على راس جيش كبير من الاوس والخزرج اليمنيين ايضا لمحاربه قومه وعشيرته وفتح مكه هذه اسئله ام ان اللجوء هذا الحق يعني حق حصري لهم وليس لليمنيين فيه اي نصيب ولا حتى الخمس يتعمد عبد الملك التدليس على الناس والقول ان قيادات الاحزاب السياسيه التي لجأت الى السعوديه قد باعت اليمن بالرخيص، طبعا نحن لا ندافع عن القيادات الان، لكن نحن بنحاول نكشف تناقضاته وتدليسه في الخطاب وهو تدليس مكشوف لانه يستغل وضع هذه القيادات في المنفى الوضع الذي سببه الانقلاب مثل واحد يجي يخرجك من بيتك وتروح تجلس عند الجيران وبعدين يتباهى انك لاجئ طيب يا ابني انت لص انت مغتصب شوف عملك انت كما تكلم على الناس واذا كنت حريص على كرامه اليمنيين كما تقول فلماذا بددت شملهم والجاتهم الى الاجنبي ليش ما كنت سد انت واصحابك داخل بلدك ليش انقلبت عليهم على الاتفاقات اللي صنعا… ال 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 التي وقعتموها لماذا فرقت كلمتهم التي اجتمعت في أكبر مؤتمر حوار وطني يمني. أما أن تخير الناس بين الإهانة على يديك أو الإهانة على يد الأشقاء، فهذه ليست أخلاق شاب متدين، بل أخلاق انتهازية سياسية عرفت بها الإمام من قبل. عرفناها. إذن هذا حديث سياسة، لا حديث دين. ولو كان حديث دين وصدق. لما تعمد هذا هذا الشاب التدليس والتزييف من الامور اللافته في خطاب الحوثي الاخير هو التركيز على كلمه الهويه طبعا هو ينطقها هويه من هوى بمعنى سقط وهذا كلام صحيح وسقوط والصواب الهويه من هو فقد ظل يردد هذه الكلمه ويؤكد عليها وهذه الكلمه في خطابه ليست بريئه بالطبع لان الهويه التي يطلب من اليمنيين الحفاظ عليها ويقول ان الاعداء يستهدفونها هي تحديدا ثقافه تمجيد سلالته التي غرسوها في اذهان الناس طوال عشرات السنين التي مضت طوال فتره الحكم الامامي هذه الهويه اليمنيه كما يفهمها عبد الملك وكما يفهمها السلاليون هي تمجيد السلاله اراد ان يقول لليمنيين ان اليمن هي بلاد المذهب الهادوي وبلاد السيد المطاع وبلاد الاغاني والاناشيد التي تمجد السلاله ولا يصح ان تكون بلاد المذاهب الاخرى والافكار الحره ولا بلاد الاغاني الوطنيه ولا بلاد الحداثة والحقوق والحريات والديمقراطية، أراد أن يقول هذا الكلام. لكنه طبعاً لم يسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية، لا هذا طبع السياسة. بل ذهب يدلس كعادته ويسمي أتباع المذاهب غير السلالية بالتكفيريين. أي مذهب غير سلالي فهو مذهب تكفيري إذا لم يروج للسلالة. ويسمي الحقوق والحريات بالاختلاط الفوضوي. وهكذا. تعالوا نستمع إليه ثم نعود للتعقيب. نمط الحياة في كثير منه حتى في العادات والتقاليد كثير منها حفظ لنا هذا الموروث الاخلاقي وهذا الموروث المبدئي وان كان دخل احيانا بعض العادات او التقاليد الدخيلة التي يمكن التخلص منها لكن المسار الرئيسي الذي توارثه ابناء بلدنا جيلا بعد جيل كان هذه الروح الايمانية وكانت هذه القيم وهذه الاخلاق التي جسدوها في الواقع ونزلت حتى الى نمط الحياه وحتى الى العادات والتقاليد وحكمت الممارسات والاعمال والسلوكيات. ولذلك لاحظوا الغزو اليوم علينا. الى جانب الحرب العسكريه هناك حرب كبيره جدا علينا وشرسه وخطيره جدا باستهداف هويتنا وباشكال متعدده. نذكر باختصار بعض هذه الاشكال، الشكل الاول منها الغزو التكثيري لبلدنا. هذا غزو يستهدفنا في هويتنا الثقافيه. من الواضح ان الاماميين عازمين بكل مكر وبكل دهاء على تغيير هويه اليمن بالفعل. بدليل نشاطهم المحموم في مختلف المحافظات لتشييع الناس وتلقينهم خرافات الفكر السلالي. هذه الايام شغالين شغل كما يقول اليمنيين شغل حريقه في المحافظات لتشييع الناس وبالتاكيد سيكون تغيير مناهج التعليم في مقدمه اهدافهم يريدون ان يضمنوا من الان ان يكون لديهم اكثريه تضمن لهم البقاء في السلطه الى النهايه هذه فرصه فرصه لن تتكرر ليس بامكانهم ان يفرطوا فيها ويوازي هذا النشاط نشاط اخر محموم للاستيطان في العاصمة تحديدا من خلال شراء البيوت وشراء العقارات في محيط العاصمة الصنعاء طوقوا محيط العاصمة بال... ويدفعون بسخاء, بسخاء في ظل الفقر المدقع الذي يمر به اليمنيون هذه الأيام من بعد جريمة الانقلاب لاحظ الناس أن المال يجري في أيدي الإماميين يجري أنهارا وهذه نقطة جديدة نود أن نلفت لها عين المشاهد عبد الملك الحوثي تحدث عن المرتزقه حسب وصفه تحدث بتعالي وبغطرسه وقال انهم يبيعون قيمهم وشرفهم بقليل من الفلوس كما يقول ونحن كما قلنا لسنا في مقام الدفاع عن قيادات العمل السياسي في الخارج وانما نحاول كشف المخبوء في خطاب هذا الامامي الجديد اقول لو افترضنا ان هناك مرتزقه فعلا فان اخر من يحك له الحديث عنهم هو عبد الملك الحوثي لماذا لان المرتزق قد يكون اشرف من اللص والمحتال والمغتصب المغتصب حقوق الناس المرتزق الذي يبيع جهده من اجل لقمه عيشه ولا يرتكب مثل هذه الجرائم التي تركبتها ميليشيا عبد الملك هو بلا شك اشرف من زعيم عصابه مثل عصابه الحوثي على الأقل المرتزق لا يكذب على الله. لا يقول هذا من عند الله ولا يستغل عواطف الناس ونزوعهم تجاه الدين لمصلحة سلالته ولا يزعم أنه مخلوق أسمى من بقية المخلوقات. إن أسوأ عصابة مخدرات اليوم هي بلا شك أشرف من عصابة الحوثي لأنها على الأقل ترتكب جرائم محدودة ولا تنسبها إلى الله. ثم ما الفرق؟ بين ان تبيع قيمك من اجل المال او تبيع ضميرك من اجل السلطه. هذا الجشع العجيب على السلطه اليس شكل من اشكال الارتزاق؟ اليس من اجل المال وغير المال من متع الدنيا؟ تعالوا نستمع اليه وهو يتهم خصومه بين ببيع قيمهم من اجل المال. يعني يا ايها المنافقون كان المفترض لو انكم تعقلون وانتم قد قررتم الخيانه، وقررتم ان تتجردوا من انسانيتكم ومن دينكم ومن اخلاقكم ومن مبادئكم ومن وطنيتكم. وان تبيعوا كل شيء، الهويه، الضمير، الدين، الاخلاق، القيم، الامه، الشعب، البلد. يعني بعتم شيئا كبيرا، بعتم شيئا عظيما، بعتم الدنيا والاخره. فكان بالحد الادنى أن تطلبوا من أولئك الذين بعتم منهم كل هذا الدين والدنيا والأمة والشعب والإنسانية والقبيلة والضمير والكرامة والحرية والشرف، كل شيء بعتموه منهم. كان المفترض أن يعطوكم مليارات كبيرة 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 كبيرة. أخيراً قد يكون عبد الملك الحوثي وأمثاله ضحايا تنشئة عنصريه مشحونه بحديث المظلوميه والحق الالهي المغتصب وحديث العرق النقي المصطفى وغيرها من الاوهام الشيطانيه التي تسربت الى ساحه الفكر الاسلامي ذات ليله مظلمه، وتنشأ عليها بعض السلاليين في بيوتهم، قد يكون ضحيه، ومن الصعب ان نقنع ضحيه مثل هذا في هذا السن وقد عاش عمره كله أو كله في صندوق الإمامة وثقافتها. الإمامة الصندوق إذا تنشأت فيه فترة طويلة من حياتك ستخرج ولديك ثقافة هذا الصندوق. من الصعب أن تغير قناعاته ليصبح إنسان سوي ويقف عند القيم العامة المتفق عليها في الدين وفي مقدمتها قيمة المساواة التي قامت عليها يعني قام عليها بناء الشريعة الإسلامية بالكامل. ولن يكون مجديا ان نحاول اقناع الناس اقناع البسطاء السذج من اتباعه بانهم مخدوعين واهمين لا نستطيع ذلك اولا لان هذا شبه مستحيل وثانيا لان من حق الناس ان يكونوا مخدوعين ايضا اذا رغبوا من حقهم ان يكونوا مغفلين اذا ارادوا اذا ما الذي نريده بالضبط؟ لا شيء سوى دولة ديمقراطية مدنية تحمي حقوق الجميع في العيش المشترك. حقوق المغفلين والناس العاقلين والحكماء والصاحين. نريد دولة تحمي حقوق الجميع بما فيهم هؤلاء السلاليين دون أن يضخى فيهم أحد على أحد. وهذه مهمة مقدسة. هذه مهمة مقدسة لا يعرف قداستها سوى قلة كل قليلة من الناس. النضال في سبيل الدولة الديمقراطية هو اسمى واقدس انواع النضال والجهاد اليوم لمن يعي ويعقل هذا هو النضال هذا هو الجهاد وما جاءت الاديان الا للتعريف بالاله واقامه العدل والحق والجهاد من اجل الديمقراطية ومن اجل حقوق الانسان هو جهاد في سبيل الله جهاد في سبيل لانه سبيل الله ما هو سبيل الله هو سبيل الانسان هو سبيل الحقوق والحريات ليس هناك سبيل اخر غير هذا الى هنا تنتهي حلقة اليوم نلقاكم في الاسبوع القادم في امان الله وحفظه